زين، بالنسبة بما يخص سؤالك، يعني حقيقة اللي هو التداول الإلكتروني وتجزئة المبالغ، نعم هنالك. أنا بس أريد أوصل فكرة مهمة جدا للشارع العراقي ومن خلالك للشارع العراقي، بأنه إحنا اليوم بدنا نحكي على عدد كبير من البطاقات اللي هذه الفترة خرجتها المصارف وشركات الدفع الإلكتروني، اللي هي وصلت عددها بحدود، يعني المؤشرات تقول بحدود ال 20 مليون بطاقة أو أكثر من 20 لمن مليون هاي السلمات بطاقة. استاذ؟ لمن سلمت؟ يعني 20 مليون، يعني كل عراقيين اثنين وكل واحد منهم عنده بطاقة، وين اكو حكي؟ نعم، يعني لا لا لا، هالمؤشرات كلام مو منطقي بصراحة. العفو، إذا هذا يثبت الكلام فأنا أطالب نعم. من هذا المنبر بتشكيل تحقيق الآن، تنجر به كل شركات الدفع المسبق، إضافة إلى المسؤولين بالبنك المركزي، إضافة إلى كل المعنيين بالعملية. هل من المنطقة تمام. أن من كل عراقيين اثنين واحد من عندهم عنده بطاقة؟ زين، إذا واحد عنده 5 أطفال، يعني من كل طفلين عنده واحد عنده بطاقة؟ البطاقة تصرف لواحد عمره مثلا 6 سنين 7 سنين. هو قانون ثلث الشعب الاستاذ، اذا العراقي هم تسمح لي، دون السن القانوني. لا، ما هذا كلام منطقي يعني. اذا تسمح ناهيك لي انه اسمح لي قانون جنابك. البنك المركزي بتعليماته يقول لا يجوز صرف اكثر من بطاقة لشخص واحد. فشلون 20 مليون بطاقة؟ ارد افتهم. طبعا انا انقل هذا الكلام الى رئيس الوزراء شخصيا لتشكيل لجنة تحقيقية فورية للتصرف بهذا الخصوص. بدي اشوف ذولا وين ايش يسوون بالعراق. تفضل جنابك. تمام، يعني حقيقة يعني القوانين، قانون البنك المركزي لا يتيح إلى المصارف بإخراج بطاقة بأقل من عمر 18 سنة، يعني فوق 18 سنة فما فوق، ولا هذا يجوز رقم واحد. رقم بطاقتين اثنين، لشخص واحد. نعم بس اسمح لي، نعم رقم جميل. اثنين، حقيقة البنك المركزي العراقي لم يعني ماكو فد قانون يمنع الشخص من شراء أكثر من بطاقة من أكثر من مصرف. لا، مو قال البنك المركزي، بس لا تسمح، معذرة، هو مواقف قال البنك تعليمات المركزي، بس اعطيني تعليمات. مجال شوي، نعم جنابك. بس اسمح لي، هو قال البنك المركزي بأنه لكل شخص بطاقة واحدة من داخل المصرف، لكن لم يقل من خارج المصرف، من مصرف آخر. وصلتك الفكرة ولا لا؟ يعني هذا الشخص، يا ريت ما أنا اليوم وصلتني. مثلا في سين من المصرف أقدر أسوي بطاقة، وأروح على صاد من المصرف ما أسوي بطاقة، ماكو قانون يمنعني، يعني انا اقدر ولكن اسوي 60 بطاقه، لكن الان 70 بطاقه، 80 بطاقه عادي. لعب جنان، ماكو مشكله، قانون زين. شو اسوي بهن انا هسه؟ ما اجي انا هسه الان تدقيق يعني دوائر الرقابه الماليه غيره. تفضلوا. انا اعرف انت تتكلم من باب حقيقه، من باب الوطنيه، انا اعرف، بس اذا تسمح لي اريد اكمل الفكره خاطر توصل للمشاهد وحتى المسؤول العراقي. اليوم هذا العدد الكبير اللي هو 20 مليون بطاقه تقريبا او اكثر من 20 مليون بطاقه مخرجيها يعني القطاع المالي بصوره عامه، المصارف الاهليه والحكوميه وشركات الدفع الالكتروني، حقيقه هذا دا يصير فد عبء كبير، لان اغلب خلينا نقول نسبه كبيره من عنده دا يشتغل خارج العراق. شلون يعني؟ طبعا هذا دا يشتغل خارج العراق، يعني قبل ما تصدر التعليمات الاخيره، هنالك اليوم حد التعليمات، البنك المركزي اصدر مجموعه قرارات، حقيقه هذه القرارات حدت من استخدام البطاقات خارج العراق، لكن بعدها موجوده، يعني اليوم بدنا نحكي، يعني كانت مثلا بالسابق باليوم البطاقه الواحده كانت باليوم يقدر الشخص يقدر يصرف بحدود ال 5 ملايين دينار باليوم الواحد، بالاجهزه الاي تي ام تقريبا 4000 دولار باليوم بالاجهزه الصراف الالي، لكن اليوم بدنا نحكي بالتعليمات الجديده كل بطاقه 150 دولار 150 الف دينار، ما يعادل 100 دولار تقريبا باليوم، او 110 دولار باليوم، يعني هذه حقيقه التعليمات، هي يعني هذه مشكوره، التعليمات تصب في مصلحه الاقتصاد العراقي. اسمح لي اتدخل استاذ. اي تفضل استاذ. مو الاباء ياكلون الحصرم والابناء يدرسون؟ 5 6 على قد الاصابع بايقين العراق، مطلعين لي 20 مليون بطاقه برا، والله البنك المركزي يريد يضبطهم، هو ما ضبطهم، طلعوا البطاقات، يجي يحددني اني اللي قاعد بالعراق، اللي محترم مكاني ومكانتي ووقار المؤسسه الماليه العراقيه، وشت فلوسي بكل رحابه الصدر وبكل نيه صافيه، ورحت سلمت المصرف، ويجي البنك المركزي يحددني اذا حصلت ملايين، يقول لي ما من حقك الا انه تطلع مليونين باليوم. يجوز انا اذا اشتري حاجه، عمي هسه اكو طباخ يجوز مليونين ونص، والله ذاك يوم بدله لقيت واحد، قلت له هاي بيش بالعرصات، قال بمليون ونص، قلت له شنو درع؟ شش حاط لها؟ قال عمي اكو ناس تشتري، يجوز هم نفسهم ذول جماعه البطاقات او الفائزين هالايام. استاذ هذا مو منطق. العفو، مع كل احترامي، المنطق الفرض الفيرتشوال مال البنك المركزي وغير البنك المركزي
والمخطط المالي لا ينطبق تماما مع الواقع العراقي، بل لا يحترم عقل المواطن العراقي. اسف على المداخله هاي، انا مجبور ان ادفع ثمن فساد دا يطبق بالخارج. اسف على الانفعال، لكن هذا يخلي الواحد ينفعل. انت حضرتك تقول 20 مليون بطاقه معظمها خارج العراق، دوروا بالدفاتر المن طلعها هاي باسم منو؟ منو الطلاعين؟ سواء كان شركه مال تداول او شركه مال بطاقات او مصرف، هذول ما كسر رؤوسهم؟ مو سرقه علنيه هاي؟ مو اجعل المواطن البسيط حديده والله لا, لا لا تصرف اكثر من اللازم حتى لا تاثر على السياسه الماليه؟ هذا تناقض بالكلام مع كل احترامي لكل ما يطرح. اسف اخذت المساحه عمل حضرتك، تفضلوا جنابكم. شكرا. يعني انا اكيد يعني انت تتكلم من باب المسؤوليه 100%، يعني وانا حقيقه يعني هل كلامي خطا استاذ؟ واحييك على حقه القلب هذه الكبيره اللي انت تفضل، لان انت اكيد مواطن عراقي ويهمك اقتصاد العراق ويهمك بكل تأكيد يهمك نجاح العملية التداول ونجاح العملية الإلكترونية داخل العراق. لكن أنا أريد أقول لك بس موضوع مهم، وهذه من باب المسؤولية الأخلاقية المهنية، لأنه كل دول العالم تحدد سقوف للصرف داخل بلدانها. أي أستاذ معذرتين، بس قبل ما حددوا هل كل بلدان العالم عندهم 20 مليون بطاقة ما يعرفوا من راعيها بالخارج؟ لو بس العراق الله يبارك بعمرك، هل كل دول العالم عندهم 60 ألف بطاقة تلقي بجنط محطوطة بلاتوبات بمطار بغداد الدولي؟ هل كل دول العالم عندهم 80 ألف بطاقة يضبطوها في معابر كردستان وما يرجعون على الشركة اللي أصدرتها؟ يا أستاذي هل عندهم 10,000 بطاقة يلقوها ببيت موظف بسيط في كربلاء؟ أستاذ مخن نحكي حكي منطقة رحم والدك. أنا ما أجامل ومجبور أجامل ولا عندي علاقة ويا أحد لا سبا ولا إجابة من الناحية المالية، لكن حدث العاقل بما لا يعقل فإن صدق فلا عقل له. سياسة البنك المركزي بس على الفقير يا أستاذي، مع كل احترامي حتى الدكتور علي العلاق وكل البنك المركزي. تفضلوا جنابكم. اذا تسمح لي، اذا اسئلتي غلط قل لي، انا اسئلتي مال مواطن بسيط، جاوبني عمي انا كل شيء ما بتهم، جاوبني فهمني. تفضلوا جنابكم. شكرا جزيلا. استاذ حسين انت حقيقه تعرفني كل زين انه انا ما جامل يعني ولا في يوم من الايام جاملت يعني. نعم. ولا ممكن ان اكون اداه بيد اي واحد فاسد او مفسد او يتسبب بفساد مهما كان حقيقه. لكن احنا من نتكلم بمهنية، تعرفني رجل اقتصاد، أنا أتكلم بمهنية مطلقة يعني سواء الموضوع يهمني أو ما يهمني. بالنسبة لي أنا يعني تعرفنا إحنا في اقتصاديون مهنيين للنخة، يعني مثل ما قلت لك بما يخص أكو طبعا هي حلول كثيرة، يعني البنك المركزي إذا أراد حلول لهذا الموضوع حقيقة موجودة حلول يعني ترضي كل الأطراف وهي مهنية وعملوا بها كثير من الدول حقيقة بما يخص البطاقات الدفع المسبق. يعني البنك المركزي إذا رغب بحل هذه المشكلة من جذورها حقيقة فأكيد هنالك حلول، وحلول موجودة وحلول جاهزة للتطبيق. لكن بعد إرادة البنك المركزي وسياسة البنك المركزي إحنا أكيد ما نقدر نفرض رأينا، لأن إحنا مو جزء من الدولة، بالنتيجة النهائية القرار هو بيد المركزي العراقي.